من صداقة إلى عداوة إلى صداقة محتملة؟ هذه هي مختصر العلاقات بين أمريكا وفنزويلا. عبر التاريخ تمتعت الدولتان بعلاقات تجارية مستقرة، لكن منذ وصول الرئيس الراحل هوغو تشافيز إلى السلطة عام 1999 بدأت العلاقات تتوتر بسبب المصالح والتوجهات السياسية المختلفة، وبدأت أمريكا فرض عقوبات على أنشطة الحكومة الفنزويلية والأفراد الفنزويليين. العقوبات المبكرة كانت تتعلق بما وصفته واشنطن بعدم تعاون فنزويلا في جهود مكافحة المخدرات والإرهاب. وخلال فترة رئاسة أوباما استهدفت العقوبات الأفراد بسبب اتهامات واشنطن لهم بانتهاك الديمقراطية وحقوق الإنسان. أما في عهد الرئيس ترامب توسعت العقوبات الاقتصادية وأصبحت العلاقات بين الدولتين في أدنى مستوياتها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عام 2019 أصبحت العقوبات تشمل قطاع النفط للضغط على الرئيس بالرحيل بسبب سجله السيء في الديمقراطية وحقوق الإنسان بحسب واشنطن. اليوم تمتلك فنزويلا احتياطيات هائلة من النفط، لكنها شهدت تراجعا في أدائها على مدى العقدين الماضيين. ولكن مؤخرا مع الحظر المفروض على صادرات النفط الروسية تغيرت الظروف، وبدأت أمريكا إعادة النظر في علاقاتها مع فنزويلا على أمل الحصول على مصادر نفط بديلة لروسيا وتقليل النفوذ الروسي في فنزويلا. بالمقابل قد يساهم التعاون في رفع إنتاج النفط الفنزويلي بما لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً. وعلى الرغم من أن أمريكا لا تعترف بمادورو كرئيس أصلاً ووجهت إليه اتهامات بالإرهاب والفساد وتهريب المخدرات، بل رصدت مكافأة قدرها 15 مليون دولار للقبض عليه، إلا أن هذا الشهر التقى به كبار المسؤولين الأمريكيين في أول زيارة من البيت الأبيض إلى فنزويلا منذ 1999. كان الهدف بحث فكرة تخفيف العقوبات وإعادة الاستثمار الأمريكي في النفط الفنزويلي. كما أطلقت فنزويلا سراح 2 من الأمريكيين المرهونين كإشارة للتعاون، لكن هذه الخطوة واجهت رد فعل سياسي غاضب في أمريكا بسبب مخاوف من أن أمريكا تدعم نظاما فاسدا وحليفا لروسيا. واتهم بعض السياسيين الرئيس جو بايدن بمحاولة استبدال النفط الذي تشتريه أمريكا من ديكتاتور بنفط من ديكتاتور آخر. وحتى الآن لا يزال نظام مادورو يواصل التعامل مع روسيا التي وصفتها نائبة الرئيس الفنزويلي مؤخرا بأنها صديق عزيز. فهل ستنجح العلاقات بين فنزويلا وأمريكا أم أنه زواج مصلحة لن يدوم؟ إذا أعجبك الفيديو وتود مشاهدة المزيد منه، لا تنسى أن تعمل فولو، سبسكرايب، لايك وتفعل الإشعارات.